يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل كبير ووازن في الدورة 19 للمعرض الدولي للنشر والكتاب من خلال تنظيم عدة ندوات وتعرف مشاركة فاعلين وباحثين من مختلف التوجهات. برأيكم ما هي الأهداف الرئيسية من هذه المشاركة في هذا المعرض؟ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك للمرة الثانية بالمعرض الدولي للكتاب عبر رواق مشترك ما بين مؤسسة الحكامة، تحديدا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة، وهي فرصة من أجل عرض سلسلة من منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي أنتجها خلال السنتين الأخيرتين، أيضا منشورات التي سبق أن تم إصدارها من طرف المجلس الاستشاري سواء في طبعته الأولى أو الثانية. إذن هذه فرصة ليطلع الزوار عن كتب وعن قرب على المنتوج العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع التقارير، في موضوع المعرفة الحقوقية بصفة عامة. بالموازاة مع ذلك هناك طبعا سلسلة من الندوات التي تم تنظيمها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعضها يتعلق طبعا بالتقارير الموضوعية التي أنتجها المجلس خاصة السجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، إضافة إلى مضامين المذكرات الأربع التي سبق أن رفعت إلى جلالة الملك فيما يتعلق بمجلس أعلى السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين وأخيرا المحكمة العسكرية الدائمة. ثم هناك طبعا عرض تجارب لجنة جهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوعات متعددة، ثم هناك طبعا استدعاء عدد من ضيوف المجلس الوطني لحقوق الإنسان سواء من الأقطار العربية تحديدا من مصر وسوريا، إضافة طبعا إلى مفكرين من أوروبا. إذن هذه فرصة ليطلع الزائر المغربي وأيضا الأجنبي الذي أتيحت له فرصة زيارة هذا المعرض للتعرف طبعا عن التجربة المغربية في مجال المؤسسات الوسيطة لحقوق الإنسان ومؤسسات الحكمة بصفة عامة. ما هي برأيكم المساهمة التي يمكن أن يقدمها التقرير الذي سوف يصدر من طرف المجلس حول وضعية حقوق الإنسان في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في المغرب؟ كما هو في علم الجميع على أن من بين اختصاصات المجلس أو الصلاحيات المنوحة له بمقتضى الظهير المحدث له هو إنجاز تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب ويعرض على البرلمان بغرفته للمناقشة. نحن على مشارف إنهاء هذا التقرير الذي يتناول طبعا حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال المدة الأخيرة.